JELJELI will represent Tunisia. الولادة الحصاد ألف 72 كيلوغرام مصارعة سورية الدور الثاني قميص أزرق هديل بوغزال الجزائر قميص أزرق نور جلجلي تونس المنازلة الحصاد ألف 72 كيلوغرام مصارعة سورية الدور الثاني قميص أحمر هديل بوغزال الجزائر قميص أزرق نور جلجلي تونس The next round, about A category, 72 kilograms, round 2. In red secret, Haytham Isad will represent Algeria. In blue, secret Mustafa Afira will represent Morocco. The next round of match A, category 72 kilograms, round 2. In red secret, Haytham Isad will represent Algeria. In blue singlet, Mustafa Afira will represent Morocco. المنازلة التالية البساطة ألف 72 كيلوغرام مصارعة إغريقية رومانية الدور الثاني قميص أحمر هيثم يسعد الجزائر قميص أزرق مصطفى عفيراو المغرب المنازلة التالية البساطة ب 130 كيلوغرام مصارعة إغريقية رومانية المنازلة التالية البساطة ب 150 كيلوغرام مصارعة نسوية الدور الثاني قميص أحمر فاتن رمضان شمالي أحمد المصر قميص أزرق